هلو يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. ان شاء الله كل شيء تمام يا احلى ناس. حبايبنا الكرام، جات لكم مقطع جديد يا اساطير. مقطعنا اليوم حبايبنا مثل ما انتم شايفين شباب، عنا اليوم عجله اسمها عجله الغرب. عجب ما فهمت كيف شو عم بيصير هون حبيبي والله. اوكي شباب، قبل ما اشمغ المقطع يا اساطير، لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى ناس، ولا تنسونا باللايكات والشيرات والكل اشياء الحلوه منكم. اوكي اوكي حبايبنا، لا رح ندخل نشوف هذا الحدث النازل اليوم شباب. يعني بالنسبه لي هذا اول مره بشفيك احداث حبايبنا. خلينا ندخل نشوف نسبه الحظ اللي راح تجيني شباب. يعني مثل ما بتعرفوا يعني حبايبنا، دائما حظ بيض، دائما بيض في بيض في بيض معلم. لهيك شباب نشوف اليوم يمكن يكون حظنا باللوز. اوكي يلا نشوف معلم. خلينا نحط الكاسك عشان الامر يكون باللوز. ايوه هيك وضعنا تمام حبيب والله. يلا ليتس جو. اوكي نعمل السبين شباب، نشوف شو راح يطلع لنا. اوكي وات 19 يا زلمه، شو هاد؟ لا والله ما بيصير شباب، شو هاد؟ اوكي يعني سواء شباب عنه 19 يعني والله فكرت يطلع لي شيء 30 40 ولا حبيب والله. اوكي تمام شباب، اول ما هون عندنا السبينات هون، هذول غريبه عجيبه اقسم بالله ما يفهم شو عم بيصيرون. عم يعطينا هون زوم ما زوم. اوكي ليك حبيبنا، خلينا نجي لهون تمام وبلش باول سبين نشوف الوضع حبيب والله. يا زلمه شو 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 يلا السبين الثاني ب 20 جوهره. طب ما جاب، راح خلي السبينين اخر سبينين، هذول بقيانين 19% شباب نسبه يعني لاخر شيء. فهمتوا علي؟ تكتيك شو شباب بتعرفوا دائما تكتيك الافعى حبيبي والله. اوكي يا ساتي، خلينا نعمل السبين اللي بعده. هات نشوف بيض بيض. انا والله شباب بعرف يعني الحظ، يعني بعرف يعني مثل ما يعني دائما يعني للاخر. كم واحد بقينا؟ واحد اثنين ثلاثة. اوكي روح حرام يعني يطلع لنا السكين يعني 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 هلا يطلع لنا يعني حرام يعني، لا لازم يعني ينشف فريقنا معلم. اوكي اوكي شباب، هون عندنا ثواني لنشوف كم يلزم هذا الحدث. مو مكتوب شباب كل ما بنعرف السبين الاخير كم يكلف. اوكي هي هون عندنا 400 وات. شوفوا يعني دخيل الله يعني 20 يا شباب، كيف يعني كم راح يعني 323 يعني او ماي جاد بيض معلم. اوكي الان شباب صار الوضع حرج تمام. عندنا هون قبل الاخير 700 جوهره وته. خلينا نعمل تخفيض كمان. اوه لا هيك التخفيض معلم مشي حاله صراحه، التخفيض هيك مشي حاله، بس للاسف شديد ما معنا جوهر شباب، لازم نشحن جوهر. اوكي شباب هيك بتم شحن الجوهر حبايبنا. طبعا شباب شحنت كثير بالجوهر شباب، لانه المسؤوليات شباب حبايبنا اللي ما شافوا لازم يشوف يا سطير. المسا اول شو هي حبيبي والله، وقف شوي. المسا شباب عندنا الفاير باس الجديد تمام، يعني كثير متحمس. ما اعرف وين راح اتعلم كثير. وين الاحداث هون يا شباب؟ الاحداث هون، خليني اجي لهون. اوه قول لي شو هي؟ شو هالتبوب؟ شو هذا؟ ول 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 يا ساتير، شو شو وات؟ لا شوف شباب صار عندي حقيبتين بنفس الوقت، صار لك باللعبه شباب اقسم بالله. شو هيك؟ سوري شوي سوري سوري يا اساطير. خلينا نرجع على حقيبه الظهر نشوف هذا الموضوع معلم. قول لي والله شي مرتب، والله شي مرتب، والله شي حلو كثير نايس. حلو الحقيبه شباب. اوكي شباب المهم شباب، المسويات شباب راح يكون في الفاير باس راح يتجدد. فهمتوا علي كيف؟ لكن يا صديقي انا كثير متحمس لهذا الوضع تمام، هذا الفاير باس. استنى شوي نرجع لورا شباب. مثل ما انتم شايفين هون شباب، يعني الفاير باس هذا الجديد راح يكون باللوز. انا باخذ لكم ليش؟ لانه شاف فيها الرقصه الغريبه العجيبه الشباب الصراحه باين عليها. لنشوف لنشوف المسويات شباب. اوكي المسويات شباب نحرق ابو الفاير باس للمسويات. اوكي خليكم منتظرينا. اوكي الان شباب نرجع الحدث، الحدث اللي كنا فيه معلم. وين راح هذا الحدث؟ تعال معلم وين الوضع؟ وين هذا؟ وين هاليكو عجلة العجائب؟ اوه شايف، شفت حدث ثاني شباب نفس الوقت اليوم نازل، فرجيكم اياه بعد شوي. اوكي شباب السبين الاخير ناخذ نعمل عليه التخفيض لوز. والله الصراحه يعني عملوا هذا الشيء يعني شيء كثير حلو الصراحه، يعني انه يعني عملوا تخفيض للسكنات هيك شباب، والله يعني فكره كثير حلوه من جارينا. كفو حلو، هاي نجيب الابو السكين شباب حبيبي والله. تم
هات ندخل نشوف السكين الجديد يا اساطير نجرب لكم اياه بنفس الوقت حابب اجرب الحقيبه هاي. اوكي حسبه مهاجم الزلال نايس والله شباب شيء باللوز لوز اللوز معلم هات نعمل تزويد ندخل نشوف نجرب هذا نجرب هذا اكيد رح نجرب السكين يلا ليتس كوم عليه نروح على التدريب ابلع نروح على التدريب نشوف الوضع الشباب شيء في الاوضاع يا بوي حبيبون اوكي بالنسبه للسكين هذا الجديد يا اساطير عندنا الشعرات طبعا شباب انا اغلب الوقت الشعر ما بستعمله دائما بحط تعرفون يعني شو بحط التشاكيت والله شيء بي والله التشاكيت ما شايفه هالتشاكيت الكبير يعني بس ولكن اتس اوكي ماشي حاله تمام تمام خلينا ندخل نشوف كيف شكله باللعب حبايبي تكتك ليتس جو ها تم يلا روح هذا نشوف نشوف الهيد شوتات شباب طبعا شباب كثير منكم عم يسالني بيطلب يسالني كثير رسائل شباب هالفتره الاخيره شباب عندي شوي مشكله بالنت تمام ليك ما بقدر بفتح بسوس مباشره ان شاء الله شباب باذن الله تعالى نحاول مساء نفتح لكم بس او اكيد ان شاء الله باذن الله تعالى بكون زبط الوضع يوم الجمعه اوكي طبعا البسوس شباب هي على الفيسبوك شباب بشكل يومي اوكي حبايبنا يلا ليتس جو وينو معلم تعال نشوف بلا ولك موت موت ما يموت يا الله ما يموت هذا شو تعال نشوف هذا معلم لا راح الايم على الثاني راح الايم على الثاني يا زلمه شو طبعا شباب اللعبة عندي شغالة الصبح تمام ابلع من عمك عليك يا ول ابلع خلينا ندخل نشوف شباب حابب نشوف هذا السكين خلاص وقف جربنا السكين في حدث ثاني نزل شباب حبيت افرجيكم اياه اللي هو الشباب ول نسينا نجرب الحقيبة يا زلمة لا لا نرجع نسيت اجرب الحقيبة يا شباب ما بس لازم اجربها اوكي معلم تعال هون نشوف اللغة ليفل 1 شوف شكلها باللعب كيف والله يعني اتس اوكي ليفل 2 والله مو هالكبر الكبير يعني شكلها ان شاء الله تكون ليفل 3 كبير عجب ولا خفيفة والله حبايبي يعني مو هذا الكبر اللي كنت متوقعه يكون بس ولكن الصراحة شباب عدلة يعني ما يعني جاي على الظهر منيح والله شيء والله حلوه الحقيبه الصراحه الشباب شيء فخم لوز اللوز اوكي شباب خلينا ندخل نشوف الحدث الثاني شباب النازل حبيبي والله هون عندنا شو الحدث هذا هون فوق على اليسار شفنا حدا شباب خلينا نستكشفه مع بعض وين راح لك وين راح يا زلمه هذا العب واربح اوكي تفاصيل الحدث هون على الشباب هل من مجموعه الحزمات اللي تملكها حاليا انضم لحدث العب واربح في رويال واحصل على حزمات دائمه وجديده قم لها المهمة قم بإنهاء المهام داخل اللعبة واجمع توكن كريستال غريب اوكي شباب هون عندنا لازم نجمع التوكن الحدث من 30 سبتمبر يعني من اليوم لبعد شهر 31 اكتوبر اوكي حلو لازم نجمع الكريستال طبعا شباب الكريستال اكيد رح نجمع دائما بشكل بالتوكن هون موجود لحد ليكم موجود هون بلاي اند اند وين حلو التمانو طب ثواني شباب الكريستال هذا كيف نجيبه اوكي هون يا معلم الكريستال يعني بنضرب هون يا شباب لا يوجد قسيمه قابله للاستخدام خلينا ندخل على القسيمه لنشوفون الاستبدال شو عم بيعطينا بالكريستال هون ما في شيء اسمه كريستال هون رتبه رانويز المهم شباب الكريستال اجمع الكريستال من مهمات داخل اللعبه واستخدم التوكن تدوير العجله واربح اوكي شباب عن طريق الكريستال شباب بيعطينا تبسان واحد كريستال يمكن اكيد لفه وحده 10 كريستال لفه اوكي هون عندنا هون 600 اف اف شو هي بطاقات الجولد خلينا نجرب 6000 نجرب شباب شوف وضع نجرب الحظ شو راح يطلع لنا معلم حبيبي والله بيطلع لنا هذول الاشياء باللون شباب ما بدي احرق الجولد شباب راح اجمع الجولد ليك شباب راح نجمع اجاني كريستال كريستالين اربع كريستالات حلو خلينا نضرب كم 6000 معلش قول لي طلع لي سكين ولك عاش طلع لي سكين حبايبنا اوكي شباب حتى هذول لازم نجمعهم تمام ونضرب عن طريق الكريستال اوكي نضرب هاي اللفه لنشوف وين وين حبيبي والله بيض
والله يعني الشباب الصراحة يعني في يعني أشياء حلوة بهذا الماكينة، فهمت علي؟ يعني مثل شان تطوير الشخصيات وما الشخصيات صراحة شيء باللوز. Very nice guys, very nice, very nice, very nice. Okay ladies and gentlemen حبايبنا الكرام، هيك بيكون انتهى مقطعنا اليوم يا اساطير. لا تنسونا باللايكات والشيرات والبارتاجات، كل الأشياء الأسطورة بتجي منكم حبايبنا. شيء كتير مهم شباب، انتظرونا المسويات منتصف الليل ان شاء الله هيك على المساء شباب بعد سهرة اليوم. اكيد انتوا رح تسهروا غدا يا جماعة حبيبي والله. رح نزلكم المقطع تبع الفاير باس شباب، نجرب الفاير باس كلياته. اوكي اساطير بشوفكم على خير، سلام عليكم.